كورة دي هيثم النجويني إلى خيلان النشعلاني خيلان خيلان يسوم خيلان روعة 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 خيلان الشعلاني هدف جميل شبيبي هدف فاليك سوميا الافتتاح في المباراة 3-1 للترجي الرياضي خيلان الشعلاني يسجل ثاني أهداف هذا الموسم مع الترجي الرياضي بكيفية جميلة ولا أحلى هدف خيلان التصويبة مقابلات الملعب التونسي والترجي الرياضي عادة ما تسجل فيها أهداف جميلة تبقى في ذاكرة وكنش وأجندة تاريخ كرة القدم التونسية في الذهاب على المرزوق بكيفية ولا أروع اليوم أليكس وخيلان الشعلالي شوف كرة تقريبا من بعد 25 متر يلمسها قيس العمدوني يباغت بها قوية كانت من خيلان الشعلالي في توقيت 80 دقيقة لعب في يدخل إلى أرضية ملعب والعكاشي ومن يدخل أرضية الميدان إذا التبديل الأول الكل كان يتوقع بأن يبدأ هيثم النجويني مرة التبديل في هذا اللي كثر فيها محاولة فرصة خطيرة وهدف ياتي لمصلحة الترجي لحظة خيلان الشعلالي بعد لمسة شوف العملية ولا كيفية قبل العملية هذه كان خرج بالكرة ما خليهاش تخرج للتماس خيلان الشعلالي هاي العملية منذ البداية جميلة من خيلان سرعة كبيرة برشا فنيات ولا أروع من خيلان الشعلالي يهرب المنافس يفتح الزاوية ويخالط الحارس إيديمو في توقيت بالضبط 22